السلام عليكم. السلام عليكم. وشو طلع مع ابو جودات لما حقق مع مأمون بهالخصوص؟ يا جماعه اللي فهمته انا من ابو شوكات انه مأمون بيك قايله لابو جودات انه ما بيعرف شيء بنوب عن ابو شاكير غير انه درويش على باب الله وجابوا على الحاره واعطاه الدكان مشان يكسب فيه ثواب. الحكي ما بيقطع براسي لانه ما في عائل بيعملها. وانت قلت مختار ما في حدا بيعطي دكان لحدا هيك لله بالله يسترزق فيها ويروق من قفاها الا اذا كان مجنون او في بمخه شيء عم يحفر له. شلون عم يا ابو حاتم؟ كانك انت ما هضمته لهذا ابو كامل اول ما فتح الحاره معي. لا والله لا والله ما هضمته ولا نزل لي من زور. بس ماشي انا له والزمان طويل بدي ضل انبش وراه انبش وراه لحتى اعرف اصله وفصله منين هو وشو اللي جابه على الحاره بعد غياب. مالك متاخر بهالنيه ابو حاتم؟ متاخر وشو بدك يعني يعمل؟ لما قلنا لهم للأعضاوات هذا الحكي قلت لهم مالي مرتاح له وهذا الزلمة موسى الغام قاموا الدنيا وما قعدوا علي وقال شو؟ أنا نيتي عاطلة تجاه الناس. يا سيدي وأنا معك عمي أبو حاتم لأنه هذا أبو شاكر من أول ما فات على الحارة باسم مفبرغ غير اسمه بلش الفار يلعب بعبي. إيه والله بلش يلعب بعبي. يا جماعة أنا بشوف تلاقوا طريقة ترجعوا في الأرض الوقف وتلغوا قرار البلدية يلي ماله جنس الطعمة. هي معك حق فيها لانه في شيء مهم وشيء اهم. بس نحن ما بنقدر نعمل شيء عمي ابو صياح. ما بنقدر نعمل شيء اذا في حدا وراه القرارات كلياتها وعم يدعمها من تحت لتحت وله مصلحه فيها. شلون هي عمي؟ ما فهمت. فهمني اياها فهمني اياها. يعني شلون بدك ياني صدق انه مأمون اللي نزل رقبتنا من على حبل المشنقه وجاب فرمان موقع من المندوب السامي بذات نفسه ما بيقدر يرجع لنا ارض الوقف ويوقف القرار اللي طلع من البلديه للحاره؟ عليم الله حكيك مدوزن عمي ابو حاتي. شلون هي انا ما اشتلقت لها؟ مزبوط. يلي بيقدر يفك مشنو بيقدر يساوي شو ما بده. طيب ليش مأمون ما عمل الشيء اللي لازم ينعمل؟ بيني مثل عين الشمس مختار ما بدها اثنين يحكوا فيها. حكي لي لحكي لك. الفرنساويه ساعدوه لفات على الحاره واشترى بيوت ومال كانت وهو هلا بيساعدون لحتى يدقوا بارض الوقف ويفرطعوا الحاره كلياتها ويخلونا نشرزم. العمى لك معقوله؟ معقوله ابن اخونا الزعيم يتامر على اهل حارته؟ ليش مو معقوله عكيد؟ لانه المؤامرات اللي بتقسم الظهر ما بتجي الا من روس كبيره. ها هذا اذا كان مأمون هو مأمون الحقيقي ابن اخونا الزعيم. الحكي اللي عم تحكيه عمي خطير. أنت ما تأكدت من شخصيته أول ما فات على الحارة؟ بشو تأكدت؟ بشوية وراء ورجاني ياهن؟ يا سيدي بسيطة، هلا برح لك على النفوس وبجيب لك ورقة وموقعة منهم باسمي وميلادي وعيلتي وكل حارتي والصورة مو صورتي. هي بسيطة، بشوية مصاري بصير كل شيء. يا لطيف يا لطيف. لك هي حكاية ما بتخطر على بال إبليس بذات نفسه يا رجل. طيب والحل هلا يا جماعة؟ والحل عمي؟ شلون نبلش؟ شو هو مفتاحنا؟ مفتاحنا عند ابو الورد. هذا واحد لا بنعرفه ولا بنعرف اصله وفصله. واجى لعنا غريب. نخطفه ومنخليه يقر ويعترف في كل شيء. من هون؟ ايه هذا هو البيت. هلا بتشوف ام جوزيف قديش مشتاقت لها. انا اختي انا. مينك انت؟ انا اول نهار اجيت مع جوزيف. شو سيتيني؟ ايه عرفتك يا بيت. اهلا وسهلا. اهلين اهلين شرفتونا. تفضل تفضل معي ضيف. شرف. يلا يا بيت. اهلا وسهلا. يلا. يا اهلين وسهلين. بيت اهلين وسهلين باختي جوزيف. كتر خيرك يا ابو النار يلي جبت هالمأنزع معك. شبنا خالتي بلشنا زوحك. لا انت شبنا يا مأنزع يا مأنبر. لك عقيد ومأنزع مو مزبوط. استغفر الله العظيم. شو بدك يعني الحش حالي بالنبعة؟ روقنا عقيد روقنا. لا اله الا الله محمد. ايه انا بشكر الرب 100 مرة و100 كرة اني شفتك بخير بعد المعركة اللي صارت معكم بالغوطة. معركة؟ وشلون خبرتي؟ يو ما حكى لك ابو النار شو صار معنا ونحن جايين لعندكم؟ لا والله بتصدي راح عمبالي احكي له بس فهمته انك عاوزتي ضروري. انبلا انا عاوزتك بموضوع الامانه يلي مخباية عندي بالبيت. لعيوني وانا جاهز امتى ما بدك. بس البيت اخذينه العسكر مثل ما بتعرف والفوته صعبه عليه كثير يا عقيل.
بإذن الله ما في شيء بيصعب علينا خالتي. رح أجيب لك الأمانة وين ما كانت تكون. عدم المؤاخذة أختي جوزيف، الأمانة ذهب شيء. إيه يا أبو النار، ذهب وأغلى من الذهب كمان. أنت حطي إيديك ورجليك بمي باردة واعتبري الأمانة صارت عند مني، ومو بس هيك، رح ترجعي تسكني ببيتك اللي أخذينه هالثلاث. لا، مو بس بيتي يلي بده يرجع، أرض الوقف لازم ترجع لأصحابها، وباب الحارة لازم يرجع لمطرحه. إن شاء الله بهمة رجال الشام، كل شيء رح يرجع مثل ما كان. الرب يسمع منكم، وهلأ خلونا نحكي بموضوع تاني. لعيوني، تاني وتالت، اللي بدك يا قولي أنت. أنا بدي عريس شب، يعني يكون عمره شي 25 سنة، وابن حلال وعلى ضمانتكم. عريس؟ إلي؟ لك شو إلي وما إلي؟ قال إلي، لك فهمتوني غلط. لكن لمي؟ لبنت أم عربي صغيرة ومرباية أحسن ترباية، وجاي على بالي جوزها لشب من شباب حارتكم. والله أنا مو بالي حدا. في بالك حدا معتز؟ أي صبحي. لك أي والله خير ما اخترت يا مضاي. إيه هاتو حكولي عنه لشوف. يا عزيز أهلا وسهلا. والله نور البيت والبستان. ينبل ابنا بكاسة شاي. تفضل. والله قصة الأمانة مو سهلة بنوب. أنا برأيي ترجع أنت على الحارة عقيد، وأنا رح بوصل لعند الشباب على الغوطة وبحكي لهم على قصة الأمانة، منشوف شو بيطلع معنا. ماشي، الله يقدم فيه الخير. آمين. لك صعيس يتقول لك اللي أبو جوب ده شربيت أبو ساطور اللي عندي بالحارة. شو هالحكي؟ إيه والله ضني معناتها لأبو جودة غاصبوا لأبو ساطور على بيعة البيت. لا مو هيك كمان، اجى لعندي على الدكان وعرض علي اشتري البيت منه. ايه شو علي عقيد؟ اشتريه اشتريه احسن ما يروح لحدا غريب. والله شاري له شوية حديد للدكان، مو متيسر معي. ايه بسيطة بسيطة، معناتها اخطف رجلك لعند خالي ابو قاسي وقول له يشتري البيت لصبحي، بيقمط مع منك. وانت جبتها خص نص ان ام جوزيف هلا لقيت له عروس. يا سيدي هالام جوزيف ما في منها اخت رجال، قلبها حنون. مزبوط. ما بعرف شو بتذكرني بأمي الله يرحمها. تعيش وترحم عقيد. الله يخليك لشبابك. اللي راجع اليوم على الحارة؟ معلوم راجع، واللي اتفقنا عليه عند المختار رح يتنفذ الليلة من كل بد. الله يقويك يا بضاي. وشو بدك مني؟ أنا جاهز، أنا وكل أهل حارتي. هاي حجة البيت صار باسمك، إن شاء الله ألف مبروك. نصيحتي إلك تنزل تسجل بالطابة بتكون أحسن لك. كتر خيركم يا جماعة، والله العظيم ما بعرف كيف بدي اشكركم. لا يا ابو عناد، انت بتستاهل كل خير، الله يرحم ابوك. تعيش وتترحم عقيد. كتر خيرك يا معلمي، وهيك الله يقدرني ووفيك المصاري اللي دينتني اياهم حق البيت. المصاري لا تفكر فيهم عمي، توفيني اياهم على علم مهلك، بس في الي شرط. امور معلمي. ترجع بتشتغل عندي بالحمام وبلا لك هالشنطه. امرك عمي ابو قاسم، رح ارجع واشتغل عندك بالحمام. ايه وكمان بدك تجهز لي حالك، في لك عروسه هديه من خالتك ام جوزيف. من خالتي ام جوزيف؟ ايه، بنت ادميه ومربايه على الغالي، وكل كم يوم مندبر لك كتب الكتاب تكرم عيونها. بدي اياك تسال لي ام جوزيف اذا عندي عروس لي. لك شو هالحكي اللي عم بسمع ابو قاسم؟ نويت تتأهل؟ بيني وبينك يا ابو النار نويت، وان الله راد لا احكي مع اختي تدور لي على عروس. ان شاء الله الف مبروك سرفان، لكن خلينا نفرح فيك بالاول. انا ليلى رح فوت معك على الحاره ورح ساعدك بكل شيء ناوي تعمله، ولا تقول لا. لا اله الا الله. شريف يا قول الله. عتز